بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن بحديقة سندباد بعد أن كنا في اجتماع مع رئيس المصالح الجماعية بصدد الواقعة القطاب. الحمد لله حضرنا نيابة على جمعيتكم الشانشة وبعض الفاعلين الجمعويين للجمعية حاليا تحت اسم إرحم، لاعتبار أن الجمعية ظلت في مواكبة هذا التأسيس وكذلك في الوقوف إلى جانبهم في هذه القضية. استبشرنا خيرا بأن السيد رئيس المصالح الجماعية قد خصصوا مكانا بهذه الحديقة للقطط حماية لها، وهذه المنطقة هي أكثر أمانا وأكثر أريحية لهم عوض أن تبقى في مكان معرضة فيه للخطر. وقد صرح لنا كما وعدنا السيد رئيس المصالح الجماعية بأن المفتاح سيظل رهن الإشارة لكل شخص يريد أن يبر خيرا بهذه القطط أو أن يقدم لها المأكل أو العلاج. هذا مبدئيا ومرحليا على أساس عقد لقاءات بحضور السيد رئيس الجمعية هند مستغفر وكذلك بقي أعضاء الجمعية الأخرى هنا للأسف التي كانت قيد التأسيس، على أساس إيجاد سياق كفيلة بحماية هذه القطط لتوسع المشروع أكبر لمجموعة من الحيوانات الأخرى. هذا من جانب أول. وفي هذا الصدد نقدم جزيل الشكر للسيد رئيس المصالح الجماعية وكذلك لجريدتكم التي وكبت الحدث منذ الأول وحاولت أن تبذل قصارى الجهد ديالها في تغطية هذا الحدث والنضال أيضا من أجل هذه المرحلة التي وصلنا لها الآن واللي هي إيجابية. بالنسبة للمسطرة الجارية فهي تظل قيد سرية البحث التمهيدي لاعتبار أن الشكاية أحالها السيد الوكيل الملك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا يمكن التصريح بأي شيء لاعتبار أن هناك النصوص التي تؤثر سرية البحث التمهيدي قانونيا. ونشكركم من جديد على هذه الجهود. لما ما يحرقوهم لما ما يحرقوهم فين فين هذا الشيء فين هنا هنا ما تحيش جيب الصفحات ما جابوا قفلوا قالوا دونك حنا فرحانين اليوم بزاف حيت اونفان مشات ولات عندهم بلاصه سيكوريزي، ما كاينش شي حماق اللي غادي يجي ليهم، ما كاينش شي واحد اللي غادي ياديهم. وهادشي كامل درناه اون كولابوراسيون افيك لاسوسياسيون كامشيان ايشا ماروك ولاسوسياسيون ارحم. وكنشكروا بزاف هند مستغفر، كنشكروا الاستاذ ديالنا يوسف غريب اللي وقف معنا وقفه كبيره وبسببه وبسبب المجهودات اللي دار الحمد لله اليوم مشات في واحد البلاصه زوينه وهذه غير البدايه. شكون اللي ربطتي شي واحد فيهم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحيه لموقع الجهه على هذه البادره الطيبه. ثانيا بخصوص موضوع القطط، فاليوم كاين مبادرات انسانيه رائعه جدا نعتز بها ونفتخر بها في مدينه اسفي. طبعا هذه البادره كيف قلت لقيت استحسان ديال مجموعه من الفاعلين، مجموعه من المواطنين، ولانها كتمس المشاعر الانسانيه والعاطفيه ديالنا كمغاربه، لاننا كنهلوا من الدين الاسلامي واللي كيوصينا على الرفق بالحيوان، وحنا كنعرفوا ان امراه دخلت جهنم كما يقال في هرة، لا هي تركتها تأكل ولا هي أطعمتها، وبالتالي في التعذيب ديال القطط فمنهي عليه من الناحية الشرعية ومن الناحية المرجعية الإسلامية ديالنا. وبالتالي فنحن نجد أنفسنا نتعاطف بشكل تلقائي مع الإحسان لمثل تلك الحيوانات. وبالتالي في البادرة والجمعيات اللي هي تعاطت مع هذا الموضوع بشكل إيجابي فهي مفخرة جدا ونعتز بها. ومن هذا المنطلق الحمد لله تم التواصل مع المصالح الجماعية وتم حل مؤقتا، نتمنى إن شاء الله أن يتعزز بأمور اللي تكون ثابتة طيلة السنة فيما يخص المقر المؤقت اللي هو في حديقة القدس، واللي الحمد لله واحد المجموعة ديال الفاعلين من جمعيات اللي هما مشاو وحاولوا يساهموا بالدور ديالهم بشكل تطوعي في النظافة في المقر اللي كيف قلت عطاتو لهم الجماعة بشكل مؤقت، على أساس يتم التفكير إن شاء الله في آلية ثابتة ومستقرة على الدوام إن شاء الله. وشكرا لكم.